طيب تعالى يا جماعة نتكلم بقى على القصة بتاعت الايكولوجيكال بيراميدز. هنعرف ايه هي الايكولوجيكال بيراميدز دي. احنا في النوتس بادين ببيج 126. خلاص، دلوقتي زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، قلنا لو انت مثلا سي عندك فود تشين. خلاص، فود تشين دي فيها مثلا اورجانيزم ايه ده بروديوسر، بياكل منه بي primary consumer، سي تيرشري كونسيومر. خلاص، المفروض ان احنا قلنا المرات اللي فاتت ايه، قلنا ان البروديوسر بيبقى عنده اكتر انرجي، بعدين انرجي بتقل لما بتروح للبرايمري كونسيومر، وبتقل اكتر لما تروح للتيرشري كونسيومر. قلنا ان في حاجه اسمها انرجي لوسز ما بين الترافيك ليفلز في الريسبيريشن، بقى ما بناكلش كل الاورجانيزم، ما بنعملوش دايجستشن، كل القصص دي كلها. مهم، فجم قعدوا يفكروا في حاجه كده يشوفوا بيها، هل فعلا انا كل ما ببعد عن البروديوسر انرجي بتقل ولا ده اي كلام؟ فاكتشفوا حاجه، اكتشفوا ان احنا كل ما بنبعد عن البروديوسر عشان انرجي بتقل، اكتشفوا ان الاعداد بتقل عشان ما بيبقاش فيه enough energy for reproduction. يعني فور اكزامبل ايه ده، مثلا هو البروديوسر بلانت معين، شجره كده مثلا ولا جراس ولا اي حاجه، بروديوسر دي اكبر اعداد عشان اكتر انرجي، وبي العدد هيقل عشان انرجي بتقل، وسي العدد بيقل عشان انرجي بتقل اكتر. فقال لك طب خلاص احنا نعدهم، والعدد ده غالبا هو اللي هيساعدنا في ايه، ان احنا نعرف الانرجي فعلا بتقل ولا لا عن طريق العدد. احنا قسنا الانرجي عن طريق العدد. فروحنا جبنا ايكو سيستم مثلا، حته معينه، حته ارض معينه، قعدنا نعد ايه، نشوف عددهم كام، عديناهم. بعد كده عملنا زي بار كده، بار شارت بس بالعرض بالمنظر ده. خلاص، ده مثلا اعداد اورجانيزم اسمه ايه اللي هو البروديوسر. خلاص، جينا رسمناه بار بس بالعرض، كانه بار شارت بس بالعرض. عدينا بعد كده في حته، نفس حته الارض، بي اعداد بي، قلنا الاعداد بتقل، فلقينا ان بي عدده اقل، فرسمناه بار فوقيه كده بالمنظر ده. خلاص، دي اعداد بي. عدينا سي، لقينا برضو نفس الايه فكره، ادي سي. خلاص، فاحنا هنا اكتشفنا ايه، ان انا كل ما ببعد عن البروديوسر العدد بيقل عشان الانرجي بتقل. فرسمنا بارات كده فوق بعض، اول بار تحت العدد بتاع ايه اللي هو البروديوسر في حته معينه، فوقيه بار تاني عدد بي برايمري كونسيومر، فوقيه العدد بتاع سي اللي هو سكندري كونسيومر. ولقينا الدايجرام ده شكله بيراميد. قال لك طب ما الدايجرام ده شكله حلو، سميناه ايه؟ سميناه بيراميد اوف نمبرز. ليه سميناه يا جماعه بيراميد اوف نمبرز؟ عشان كل بار هنا بيمثل عدد الاورجانيزمز في كل ترافيك ليفل او في كل مركز. فهي دي الفكره، يبقى احنا فعلا كل ما بنبعد عن البروديوسر العدد بيقل، وبالتالي الانرجي بتقل. خلاص، ايه فايده ان احنا بنرسم بيراميدز؟ يعني ليه ما نشوفش فود تشينز وبتاع وخلاص؟ قال لك علشان ان انت ترسم بيراميد زي ده دايجراماتيكلي كده بيوضح الانرجي فلو اسهل، بيساعدنا ان احنا ندرس الانرجي فلو في الايكو سيستمز اسهل عن ان انا ارسم فود تشين او فود ويب او وات ايفر. وكمان بيساعدني ان انا اقارن الانرجي فلو في الديفرنت ايكو سيستمز. يعني عادي جدا انا ممكن ارسم البيراميد ده لايكو سيستم معينه، ممكن ارسم الاقي نفس الاورجانيزم هو A وB وC في ايكو سيستم ثانيه، اعدهم وارسم بيراميد للايكو سيستم الاولانيه وبيراميد للايكو سيستم الثانيه، وهم هم نفس الاورجانيزمز عايشين في التو ايكو سيستمز A B C، عشان نقارن الانرجي فلو هنا بهنا. فاحنا عشان كده زي ما تقولوا بنرسم البيراميدز دي، بيساعدنا ان احنا ندرس الانرجي فلو في الايكو سيستمز دي اول حاجه. والحاجه الثانيه اللي هي برضو بتساعدنا في ان احنا نقارن الايكو سيستمز بعضها. خلاص، بس اكتشفنا حاجه مؤسفه شويه. ايه هي الحاجه المؤسفه؟ ان ساعات في سام فود تشينز ما بيبقاش فيها possibility ان انا ارسم بيراميد اوف نمبرز. يعني ايه هي الديس ادفانتجز بتاعت البيراميد اوف نمبرز؟ اول حاجه زي ما احنا شايفين هنا اهو، اول ديس ادفانتج ان اعداد الاورجانيزم ممكن تبقى صعبه قوي ان هي تترسم. غير كده جراس عدده 500000 بياكل منه 20 ارنب،
طب ده انا مش هعرف ارسم له بيراميد اوف نمبر، وبالتالي هنا في القصه دي البيراميد اوف نمبر دازنت ابلاي على كل الفود تشينز. وساعات بيطلع لك حاجه اسمها انفرتد ابلشت بيراميد دايجرام، مش على شكل هرمي، مش على شكل بيراميد، بيبقى مقلوب بيراميد مقلوب، او اسمه بلج. بلج يعني زي مكعبر من النص، رفيع من فوق وتحت وتخين من النص، فده بيبقى مسليدنج. هديك اكزامبل للقصه دي. مثلا تخيل نفس الفود تشين بروديوسر كده، لما اجي ارسم اي بيراميد برسمه من تحت لفوق. تحت بيبقى البروديوسر اهو، بصوا ده عدد البروديوسر. تخيل كانت شجره واحده اي كده، كده برسمه من تحت لفوق. بعدين ده النمبر اوف برايمري كونسيومرز بي، معلش سوري بيراميد معوق شويه، ده اعداد بي اللي هو البرايمري كونسيومر. كانت هي ايه ده البروديوسر شجره واحده، بي ده برايمري كونسيومر بياكل منها 200 بيرد مثلا، وسي ده السكندري كونسيومر. زي ما احنا شايفين طلع لي هنا ايه، انفرتد بيراميد، بيراميد معكوس، which means ايه. تخيل كده سي ده كان اورجانيزم بارازايت، ناموس. ناموس اللي هو سي ده بياكل من دم بي، من الطيور اللي هم دمهم بي، فده معناه ان عدد الناموس اللي هو سي اكتر من عدد الشجره اللي هي واحده. هل ده معناه ان الانرجي اللي في الناموس اكتر من الشجره عشان عددهم اكتر؟ لا طبعا definitely. which means ان ساعات البيراميد اوف نمبرز بتبقى somehow ايه فاكسينا، مش بعرف ان انا ارسم فود تشينز ارسم لها بيراميد اوف نمبر، لما بيطلع كده انفرتد تبقى مسليدنج. ففي فود تشينز الاعداد بت ايه بتزيد كل ما بتبعد عن البروديوسر، فبتبقى الموضوع مسليدنج شويه، فما بنرسمش بيراميد اوف نمبرز لما يطلع لي انفرتد او بلش بيراميد زي ما قلنا. فعملوا دايجرام تاني سموه The Pyramid of Biomass، اسمه يا جماعة Pyramid of A Biomass. ايه الـ Pyramid of Biomass ده؟ Pyramid of Biomass ده اللي هو بدل ما بحط في كل بار النمبر بتاع كل أورجانيزم، لا أنا بحط إيه؟ الماس بتاعهم، وزنهم. تعالوا ناخد إكزامبل. تخيل نفس الـ Food Chain اللي انا قلت عليها من شويه، ايه ده بروديوسر، بي برايمري كونسيومر، سي ده سكندري كونسيومر، انفرتد بيراميد او ده بيراميد اوف ايه نمبرز. ماشي. قال لك طب خلاص احنا البيراميد الفود تشين دي مش عارفين نرسم لها بيراميد اوف نمبرز، نرسم لها بيراميد اوف بايماس. بدل ما نجيب العدد احنا نجيب وزن، وزن A وزن B وزن C، بدل ما عدهم. وبرضه هرسمهم بنفس الطريقه من تحت لفوق، بارات فوق بعض، بس كل بار هنا بيوصل الوزن وليس العدد. وبرضه برسمهم من تحت لفوق، هنا البروديوسر A، بس هنا بقى ده وزن الشجره ايه اهي، وزنها ماس. B مثلا وزنها اقل اهو عشان الانرجي اقل، او سوري ده B مش C، فوقيها مين اللي هو سي، اكيد وزنه اقل صح. ده بيراميد اوف ايه بايو، ايه حاجه اسمها بايو ماس، يعني هنا كل بار بيمثل وزن. فهنا معناها ايه، ان البيراميد اوف نمبر اللي على الشمال ده طلع فاكسين في الفود تشين دي، بس البيراميد اوف ماس لها شكل بيراميد عدل، لان انا هنا اخترت ارسم وزن في كل بار وليس عدد، وبالتالي في بعض الفود تشينز مضطر ان ارسم لها بيراميد اوف ايه بايو ماس. ففي الامتحان سؤال كلاسيك قوي يقول لك ايه، يقول لك انا رسمت البيراميد على الشمال بتاع النمبر ده طلع لي انفرتد بيراميد، تعرف ترسم لي نفس البيراميد بس بايوماس؟ في الحاله دي هيبقى نفس القصه، بروديوسر تحت، برايمري كونسيومر فوقيه، سكندري كونسيومر فوقيه، بس هنا هيبقى وزن، هيطلع لي شكل بيراميد عدل. هو يجيب لك بيراميد انفرتد نمبرز، ارسمه له انت ايه، انت ايه بيراميد اوف بايوماس بس عدل، شكل بيراميد عدل مش مقلوب. خلاص. فكده انت طبعا بتعمل سكتش، يعني ما بترسموش 100% اكيد. السؤال ده اكتر عددا بيجي ايه مالتيبل تشويس، يعني فانت تختار ايه ساعتها بشكل بيراميد عدل. فاحنا هنا استفدنا ايه من البيراميد اوف بايوماس، ان هو بيحل لنا مشاكل الانفرجن والسكيل بروبلمز بتاعه البيراميد اوف نمبرز. المهم احنا اكشلي لما بنيجي نقيس الماس بنقيس حاجه اسمها يا جماعه دراي ماس. ايه الدراي ماس ده؟ ده الماس بتاع الاورجانيزم من غير ميه، من غير واتر، لان الامات اوف ووتر دي بتختلف من وقت للتاني ومن اورجانيزم للتاني، ما هياش مقياس جراف.
فانا لازم اشيل الميه باي ناو زن. بشيل ازاي؟ بسخن الاورجانيزم، بعمله هيتنج في اوفن مثلا في فرن درجه حراره 100 110 لحد ما يدي هايدريت ويطلع الميه كلها، وبعدين اوزنه. خلاص كده انا جبت البيراميد اوف سوري جبت كده حاجه اسمها دراي ماس، وزن من غير ميه، ده مور اكيوريت لانرجي. بس الديس ادفانتجز ايه بقى بتاعت البيراميد اوف بايو ماس؟ ان هو ديستركتيف طبعا، لازم تموت الاورجانيزم عشان تعمله، واكيد مش هتعمله على الحيوانات ان بليزنت، تحط قطه في الفرن مثلا. ولو ان دلوقتي في طرق تانية ان انا اجيب الدراي ماس من غير ديستراكشن، بس مش قصتنا. بلس ثاني ديس ادفانتج، هو بيجيب لك الدراي ماس بتاعت الاورجانيزم اوفرول، بس ممكن الدراي ماس ده تبقى حاجه خادعه، دراي ماس كبير على الفاضي، شجره طويله عملاقه تلات ارباع الدراي ماس بتاعها موجود في حته ما بتتاكلش. مثلا سنيل معينه عندها شيل قوقعه عندها دراي ماس كبير ما بتتاكلش. ده معناه ايه؟ معناه ان هنا مش اكيوريت. انا عايز اعرف اصلا البايو ماس عشان اعرف الانرجي اللي هي يعني بتتاكل وبتروح للترافيك ليفل اللي بعد كده. فلو انا هعمل البيراميد ده صح ومظبوط، المفروض اوزن الحتت اللي بتتاكل دراي ماس على الحتت اللي بتتاكل، which is almost impossible، هتبقى very time consuming. بلس ان هو ما بيحطش في اعتباره التغيرات في الايه؟ في الدراي ماس in different seasons. عادي جدا تلاقي الاورجانيزم ايه؟ الدراي ماس بتاعه ساعات بيتغير في الصيف وفي الشتاء، احنا ما بنحطش ده في اعتبارنا، فده بيخليه ان اكيوريت شويه. احنا بنقيس الدراي ماس مره واحده في السنه او في العمر يعني، وبيبقى هو ده خلاص الدراي ماس، which is kind of inaccurate، ما بنحطش في اعتبارنا التغيرات اللي بتحصل في الدراي ماس in different seasons. ودي مشاكل البيراميد اوف باي ماس. خلاص مهم، احنا بقى كهيومنز، هيومنز والفود تشينز، نحب نبقى فين في الفود تشين؟ يعني لو فود تشين زي دي نفس الكلام، عندك A B C، A ده producer، B primary consumer، C tertiary consumer. اكيد احنا مش producers، ما بنعملش photosynthesis، فا it's better ان احنا نبقى B. انا بتكلم يا جماعة كenergy wise، عشان ناخد energy كتير، اللي هما يبقوا فين؟ ممكن يبقوا B، B as in اللي هو primary consumer ياخد energy كتير من A، لان لو سي الانرجي هتقل، فانا احسن يبقى بي. بس الفكره هنا في اكل احنا كبني ادمين ما بنهضموش كبلانتس، وفي بلانتس بنهضمها. يعني لو الفود تشين كانت باديه بايه؟ حاجه اسمها مثلا كروب بلانت. كروب بلانت دي حاجه زي ايه؟ فول الصويا. فول الصويا اللي هي الصويا بينز دي حاجه احنا بنهضمها. في الحاله دي اتس بيتر ان احنا كبني ادمين نبقى ايه؟ بي. ليه؟ عشان ناخد انرجي كتير من ايه اللي احنا بنهضمه؟ اللي هو الصويا بينز. طب افرض كان بادية بحاجة اسمها نون كروب بلانت فود تشين، ايه ده؟ كان مثلا جراس. جراس احنا ما بنهضموش، ما عندناش انزيمز تعمله دايجستشن، فلو انا كنت بيه مش هستفيد منه خالص، فاتس بيتر ان انا ممكن ابقى سي، احط لي خروف كده برايمري كونسيومر بي، وانا ابقى سي اكل من الايه؟ من الخروف ده، لان انا ما بعرفش اهضم ايه اللي هو النون كروب بلانت او الجراس ده. فكهيومنز وانرجي وايز ممكن هيومن يبقى برايمري كونسيومر لو البروديوسر كان حاجه بهضمها، ولو البروديوسر حاجه ما بهضمهاش نون كروب بلانت اتس بيتر ابقى سكندري ايه؟ كونسيومر. خلاص طيب تعالى.